مرحبا بكم وإلى نشرة الأخبار. أصدر صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. نص القانون على سريان أحكام على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية بالإمارة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكامه على الشركات الحكومية. كما نص على أن يكون اعتماد الهياكل التنظيمية للجهة الحكومية من المجلس التنفيذي وأي تعديلات تطرأ عليها بناء على اقتراح رئيس الجهة الحكومية وتوصية هيئة الموارد البشرية. ونظم القانون جميع المسائل المتعلقة بالموارد البشرية من بداية تعيين الموظف إلى حين انتهاء خدمته، ومنها الأحكام والشروط الخاصة بالتعيينات والترقيات والتحركات الوظيفية كالنقل والندب والإعارة. كما نظم مواعيد العمل الرسمية للحكومة والإجازات الممنوحة للموظف، كما ونص على واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه، وتناول إجراءات التحقيق والتأديب والضمانات والجزاءات التأديبية والمدد التي تمحى بها هذه الجزاءات، بالإضافة إلى حالات انتهاء الخدمة والأحكام الخاصة بها. بتوجيهات من صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اعتمد صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والتي تهدف للاستشراف المبكر للفرص والتحديات في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها على كافة المستويات لتحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة. وتهدف الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، لوضع أنظمة حكومية تجعل من استشراف المستقبل جزءا من عملية التخطيط الاستراتيجي في الجهة الحكومية، وإطلاق دراسات وسيناريوهات لاستشراف مستقبل كافة القطاعات الحيوية ووضع الخطط والسياسات بناء على ذلك. وتأتي استراتيجية المستقبل الجديدة لتحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه ليكون التغيير الوزاري الأكبر في هيكلة الحكومة الذي تم إعلانه في فبراير الماضي خطوة رئيسة في تشكيل حكومة المستقبل التي تسعى لتبني كافة الفرص العالمية الجديدة واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة. وتشمل الاستراتيجية بناء نماذج مستقبلية للقطاعات الصحية والتعليمية والاجتماعية والتنموية والبيئية وموائمة السياسات الحكومية الحالية، بالإضافة لبناء قدرات وطنية في مجال استشراف المستقبل وعقد شراكات دولية وتطوير مختبرات تخصصية وإطلاق تقارير بحثية حول مستقبل مختلف القطاعات في الدولة. وتتضمن الاستراتيجية الجديدة مجموعة من المبادرات، منها إنشاء كلية متخصصة للمستقبل في الدولة وإرسال بعثات تخصصية للجامعات الدولية الرئيسية في مجال التخطيط الاستراتيجي وإطلاق تقرير دوري من مجلس الوزراء حول استشراف مستقبل الدولة يتم تحديثه كل سنة بناء على التطورات ويكون مرجعا لكافة خطط استشراف المستقبل، بالإضافة لبناء شراكات مع أهم المنصات الدولية وإطلاق مختبرات حكومية متخصصة في بناء سيناريوهات المستقبل وتشكيل فرق عمل وزارية في القطاعات ذات الأولوية لمتابعة واستشعار أهم التطورات في قطاعاتهم والعمل على الاستغلال الأمثل لهذه التطورات خدمة لمصالح وتوجهات واستراتيجيات الدولة. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم المقر الجديد لجهاز أمن الدولة بدبي. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإزاحة الستار
قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى جهاز أمن الدولة بدبي إذانا بافتتاحه في مستهل الزيارة التي رافق سموه خلالها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي. وكان في استقباله مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي ونائبه وعدد من كبار الضباط. وعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الجهاز وقيادته ومنتسبوه. وخلال الزيارة استمع سموه إلى شرح قدمه مدير عام جهاز أمن الدولة، عرض من خلاله أسلوب سير العمل في الجهاز، وتعرف سموه على المشاريع المستقبلية للجهاز، وشهد عرضا أمنيا قدمته الفرقة الخاصة أظهر مدى الكفاءة والاستعداد العالي للجهاز وجميع أفراده. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قرارا بتشكيل مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم. نص القرار رقم 17 لسنة 2016 على أن يشكل مجلس أمناء الجائزة بعضوية كل من جمال خلفان بن حويرب نائبا للرئيس وممثلين عن كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة القاهرة وجامعة نانيانغ التكنولوجية وجامعة إكسفورد وممثل عن ناشونال جيوغرافيك، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد على أن تتم تسمية ممثلي تلك الجهات من قبل مسؤوليها. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. يذكر أن جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة هي جائزة سنوية تهدف وفق مرسوم تأسيسها إلى تكريم أصحاب المساهمة المتميزة في مجال المعرفة وتحفيز الأفراد والجهات العامة والخاصة داخل إمارة دبي وخارجها على الإبداع والابتكار وإرساء دعائم المعرفة. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري 56 لسنة 2016 بإعادة تشكيل مجلس الشارقة للتعليم. نص المرسوم على يعاد تشكيل مجلس الشارقة للتعليم برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي وعضوية كل من الدكتور عمرو نبيه عبد الحميد والدكتور عبيد علي بن بطل مهيري والدكتور سالم خليفة الطناجي والدكتور محمد عبد الله البيلي والأستاذة نورة إبراهيم سالم المري والأستاذة عاشة سيف محمد. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكمية تعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري 55 لسنة 2016 بشأن التكليف بمهام أمين عام مجلس الشارقة للتعليم. نص المرسوم على أن يكلف السيد علي أحمد يعقوب الحسني بمهام أمين عام مجلس الشارقة للتعليم بالإنابة اعتبارا من تاريخه، ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري 54 لسنة 2016 بشأن تعيين مستشار تربوي لمجلس الشارقة للتعليم. نص المرسوم على أن تعين الأستاذ عاشة سيف محمد مستشارا تربويا لمجلس الشارقة للتعليم بنفس درجتها المالية وعضوا في المجلس، وذلك اعتبارا من تاريخه. يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. افتتح صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم أعمال النسخة الثانية من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2016 والذي تنظمه هيئة الاستثمار والتطوير شروق، ويشارك في أعمال المنتدى التي تستمر يومين في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات أكثر من 300 خبير اقتصادي واستثماري. كما شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم إطلاق علامة استثمر في الشارقة الهادفة إلى كشف الفرص الاستثمارية التي تحفل بها إمارة الشارقة لأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات وفق رؤية عصرية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتساعد المستثمرين على تحقيق أقصى استفادة من مقومات الإمارة الفريدة مع توفير المزيد من التسهيلات والمزايا الاستثمارية لهم، وتتضمن
تتضمن علامة استثمار في الشارقة الاستراتيجية العامة للتوجه الاستثماري للإمارة وجملة المقومات والمزايا إلى جانب التسهيلات التي تقدمها الشارقة لرجال الأعمال والشركات. وتكمن رؤية علامة استثمار في الشارقة في كشف الفرص الاستثمارية المناسبة لنمو الأعمال في القطاعات المختلفة، وتتبنى أيضا تحقيق ذلك العديد من الاستراتيجيات المبتكرة. أشاد صاحب سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برعاية الكريمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لأبنائهم المواطنين وتوجيهات سموهم الأبوية في تسخير الإمكانيات المختلفة للراغبين بالزواج من أبناء الوطن ودعم حياتهم الاجتماعية بما يعود بالخير عليهم وعلى وطنهم. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رئيس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم أعضاء اللجنة العليا المنظمة للعرس الجماعي لعام 2016 في الإمارة، وذلك بحضور رجال الأعمال فهد الشراوي صاحب المبادرة الاجتماعية وكافة الأعضاء. وقال سموه إن الأعراس الجماعية التي تقام في ربوع دولتنا تأتي استكمالاً لمسيرة الخير والعطاء التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وأسار على نهج قائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. تنطلق غدا منافسة النسخة الأولى لسباق غابة الأرز الدولي للقدرة تحت مظلة تطبيق قوانين بروتوكول بوذيب لركوب القدرة، والتي تنظمها جمعية مهرجان الفرس المغربية بالتعاون مع قرية بوذيب العالمية للقدرة التابعة لنادي تراث الإمارات والاتحاد الملكي لرياضات الفروسية. يقام السباق برعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وبتوجيهات ودعم من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، والذي يستمر يومين في جبال الأطلس المتوسط في مدينة إزرو في محافظة إفران المغربية، فيما رصد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان جوائز قيمة لجميع المشاركين تشجيعا ودعما من سموه لهذه الرياضة العربية العريقة. وكان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان قد أطلق بروتوكول بوذيب بقوانينه الجديدة المطبقة في قرية بوذيب منذ الموسم الماضي، محققا نتائج إيجابية لافتة خاصة ما يتصل بصحة ولياقة خيول السباقات وتجنب الحوادث الخطيرة التي قد تتعرض لها خلال المنافسات. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في مكتب سموه في قصر الرئاسة اليوم كيتشيري أوكابي رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة بين دولة الإمارات واليابان والوفد المرافق له. وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين الصديقين في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. واطلع سموه على أنشطة وبرامج الجمعية معربا سموه عن تقديره للجهود الطيبة التي تبذلها الجمعية في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين في شتى المجالات. من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة بين دولة الإمارات واليابان بدور سمو الشيخ منصور بن زايد في دعم نشاطات الجمعية، منوها بما تشهده دولة الإمارات واليابان من تقدم وتطور على مختلف الأصعدة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس مع علي جون ماكلوم وزير الهجرة الكندي في العاصمة أوتاوا، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيز التعاون بينهما في المجالات المختلفة. كما والتقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس سعادة دانيال جون مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الكندي، وأشار سموه إلى أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث سبل التعاون القائمة والاستمرار في تعزيزها وتطويرها. كما وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات الإقليمية وتداعياتها الأمنية والسياسية على المنطقة وجهود البلدين في دعم أسس الاستقرار والسلام فيها.
أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن علاقات دولة الإمارات الخارجية وانفتاحها على دول العالم كافة بتوجيهات قياداتها الرشيدة تساهم في دعم الجهود العالمية لتعزيز خيارات التنمية في جميع الدول النامية والمجتمعات. جاء ذلك خلال لقاء سموه أمس معالي ماري كلود بيبو وزير التنمية الدولية والفرانكوفونية في كندا. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. استقبل معالي جاستن تريدو رئيس الوزراء الكندي أمس في العاصمة أوتاوا سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين خاصة في القطاعات الاستثمارية. ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تحية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى رئيس الوزراء الكندي الذي حمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار. تأتي زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى كندا في إطار تبادل الزيارات على المستوى الرفيع بين البلدين. كما وحضر اللقاءات سعادة محمد سيف هلال الشحي سفير الدولة لدى كندا وسعادة محمد شرف مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية. ترأست سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أمس الاجتماع الثاني لسموها مع الإدارة العليا لمؤسسة التنمية الأسرية والذي يأتي وفق أجندة ومنهجية اجتماعات سموها مع قيادات المؤسسة للعام الحالي 2016. اطلعت سموها خلال الاجتماع على بطاقة الأداء العام للمؤسسة والذي أنجز في النصف الأول من العام الحالي 2016 مثمنة سموها الجهود التي تبذلها مؤسسة التنمية الأسرية من أجل تحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية والتي تنطلق من أهداف واستراتيجية حكومة أبوظبي. كما اطمأنت سموها على الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة للأسر في مناطق الإمارة الشرقية والوسطى والغربية وإعداد المستفيدين منها مؤكدة سموها على اهتمامها المباشر بالمؤسسة. قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح قالت إن حكومة دولة الإمارات دأبت على استلهام الحلول واستشراف المستقبل وصناعته خاصة في المجالات ذات الأولوية الوطنية والقطاعات الحيوية. جاء ذلك في تصريح لمعاليها تفاعلا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الاستراتيجية الحكومية المتكاملة لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية بالدولة. وقالت معاليها إن صناعة المستقبل أساس في عمل حكومة دولة الإمارات مؤكدة أن أفعال وإنجازات دولة الإمارات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية باتت واضحة وجلية. هنأت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات بالمكانة العالمية الرائدة التي تبوأتها الدولة في مؤشرة التنافسية العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس. وقالت معاليها إن الإمارات تخطو خطوات واثقة وثابتة في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات ذات الأولوية الوطنية. وأضافت معاليها قيادتنا الرشيدة حفظها الله جعلت التميز والرقي سمة في العمل الحكومي وميزة في نماء وازدهار المجتمع. حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي مساء أمس حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة دوسان هورنيك سفير جمهورية لسلوفاك لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده وبمناسبة رئاسة بلاده للاتحاد الأوروبي في دورته المقبلة. وأشاد السعادة في كلمته خلال الحفل بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبعلاقات التعاون بين بلاده ودولة الإمارات في المجالات كافة. أكدت معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب أكدت أن الآلاف أو آلاف الشباب من دولة الإمارات تفاعلوا بشكل إيجابي منقطع النظير مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لإجراء الحوار الوطني حول الشباب.
وقالت معاليها: كما عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بوضع كافة القضايا المهمة التي تعنى المواطن أو تعني المواطن وتخدم الوطن على طاولة البحث والنقاش، فإن قضايا الشباب والاستماع إليهم والتعرف على طموحاتهم وأمالهم وأحلامهم تأتي في المقدمة، لأنهم يشكلون أهم قوة وطنية لبناء الحاضر وصناعة المستقبل. وأضافت معاليها أن وسم الحوار الوطني واسم الحوار الوطني حول الشباب شهد ردود فعل واسعة ومرحبة. في أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليميا والسادس عشر عالميا في التنافسية العالمية. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول إقليمياً والمركز السادس عشر عالمياً، محافظة على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم، وذلك في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2016 وصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في سويسرا، والذي يعد من أهم تقارير التنافسية العالمية التي ترصد بشكل سنوي أداء وتنافسية اقتصادات دول العالم من حيث نقاط القوة والضعف وانعكاساتها على مستوى المعيشة والازدهار والرفاهية لشعوبها. ورصد التقرير هذا العام اقتصاد 138 دولة تم تصنيفها عبر أداء 114 مؤشرا مدرجا ضمن 12 محورا أساسيا، منها محاور المؤسسات والبنية التحتية والتعليم والصحة والابتكار وسوق العمل وغيرها. ويعتمد التقييم على بيانات وإحصاءات صادرة عن الدول المشاركة في التقرير وعلى استطلاعات رأي واستبيانات التنفيذيين وكبار المستثمرين في تلك الدول، لتحصل دولة الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن العشرة مراكز الأولى عالميا في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير، ومن أفضل 20 دولة عالمية في نصف هذه المحاور. كما جاءت الإمارات في المركز الثالث عالميا في محور كفاءة سوق السلع، والذي يعد دلالة عالمية على نجاح سياسة التنوع الاقتصادي في الدولة ووضوح الرؤى والخطط الاستراتيجية حول أداء وكفاءة سوق الأعمال. كما جاءت الإمارات في المركز الرابع عالميا في محور البنية التحتية، وإشارة إلى النشاط في مشاريع البنية التحتية في كافة أنحاء الدولة ودورها في دعم اقتصاد الإمارات وفي جميع المجالات والقطاعات، مما جعلها بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال على المستوى الإقليمي والعالمي. وعلى مستوى المؤشرات، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أول 20 دولة عالمية في 76 مؤشرا من إجمالي 114 مؤشرا يتم تقييمها في هذا التقرير. أيمن مصبح لأخبار مساء الإمارات، قناة الظفرة. دعا مجلس وزارة الداخلية ضمن المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، دعا إلى ضرورة نشر وغرس قيم الإيجابية والتسامح والمواطنة الحقة لدى كافة شرائح أفراد المجتمع خاصة جيل الشباب. وأوصى المشاركون في المجلس الذي استضافهم محمد عبيد الكعبي في منزله بمدينة العين بالحفاظ على منجزات الدولة الحضارية والمكتسبات الوطنية من خلال احترام قوانين الدولة وتشريعاتها، ما يجعل من المواطنين الإماراتي أو المواطن الإماراتي قدوة حسنة لدى المقيمين والزوار ومثالا يحتذى عالميا. وأكدوا الحرص على غرس قيم ومفاهيم التعايش المشترك لدى الأجيال القادمة. وأكد الدكتور عبد العزيز الشامسي عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة أهمية تنمية مهارات إيجابية لدى النشأ، من بينها ضبط النفس عند الشباب والتسلح بقيم التسامح والتفاعل الإيجابي مع مختلف التحديات. إلى آخر إغلاقات السوق المحلية لليوم. أما الآن نتابع وياكم درجة الحرارة العظمى والصغرى.
نهاية النشر، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.